اهلا بيكم مره ثانيه في تفاصيل. نورني ومشرفني استاذ الدكتور احمد الشامي، استاذ جراحه الاطفال وحديث الولاده الطب الازهر، عضو الجمعيه المصريه لجراحه الاطفال، عضو الرابطه العالميه لجراحه الاطفال، عضو الجمعيه المصريه لجراحه المناظير، عضو جمعيه الجراحين المصريه، استاذ واستشاري جراحات الاطفال في العديد من المستشفيات. اشكرك ومنورني، وشكرا دايما انت بتلبي استضافتنا. عامل ايه يا دكتور احمد؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله بخير. دكتور احمد، دايما طول الوقت بنتكلم عن الاطفال، بنتكلم عن التشوهات الخلقيه في الاطفال ذكور واناث. النهارده انت جايب لي موضوع حلو قوي، لما ببص كده لقيت حاجه جميله جدا. حضرتك هتتكلم عن دور المنظار في جراحات الاطفال وغير الاطفال. في الاطفال هنتكلم في الاطفال، احنا نخص بس التخصص. انت حضرتك اطفال، بس انت عايز تقول لي ان المنظار بيدخل دلوقتي في المراره في الزايده، يعني امن تماما؟ ما هو في اطفال عندها الزايده، ما انا فاهمه، بيبقى عنده سنتين، بيبقى عنده 4 سنين، بيبقى عنده 12 سنه و18 سنه، بيتقلب دكتور نفس الم الكبير وافظع، بس ما بيقولش، ما بيقدرش يعبر. عشان كده دايما الزايده، دخلنا في الزايده على طول. بس الزايده لما بتيجي في طفل صغير صعب انها تتشخص. الولد ما بيشتكيش من حاجه معينه، حراره عاديه، ممكن يقول لك ده دور برد، بيرجع، هيقول لك معظم الاطفال بترجع، فبتيجي بايه؟ حراره عاديه بيرجع، فاحنا نظن ان نص الاطفال والتلات ارباعها بيرجع. كل الاطفال بالظبط، ما هو كل الاطفال بترجع، وكل الاطفال ده سخونيه، ايه المشكله يعني؟ حراره عاليه شويه. حضرتك لو ما تشخص، ودايما ما بنشوفش طفل سنتين ثلاثه زايده الا كومبليكيتد. يعني ايه كومبليكيتد؟ يعني حضرتك بفتح الاقي في خراج، يا الله، بفتح الاقي في ثقب في القولون، بيبقى في حاله تسمم او في حاله اعياء شديد جدا. بحط ايدي على بطن الطفل، هنا ما ينفعش دور المنظار اطلاقا، هنا هخش لازم مشرط محترم، وتفتحي فتحه محترمه يعني كبيره جدا، وتخشي تشيلي وتعملي استئصال، او تخشي تفضي. خلاص عندنا مرحله المنظار بالظبط. هو دور المنظار هنا رهيب واساسي، والعالم كله بيتجه الى المناظير من فتره طويله، مش من دلوقتي، بس احنا دخلنا المناظير في جراحات الاطفال من فتره برضو طويله. بس الادفانسز اللي بنشوفه في التكنولوجي، التقدم اللي احنا بنشوفه في التكنولوجي وبنستخدمه، وفر علينا حاجات كتيره جدا كنا زمان بنترعب منها. وهضرب لحضرتك مثل صغير، التعرق في الاطفال. يعني ايه؟ يعني الطفل اللي ايده بتعرق بشكل درجه ان لما بيمسك الورقه والقلم ويكتب على الكتاب، الميه او العرق ممكن يغرق مكانه، الكراسه او الكتاب اللي بيكتب فيها، فبالتالي ما بيعرفش. لدرجه ان امه بتتصل بيا من يومين تقول لي انا بلبس الولد جوانتيات وهو رايح المدرسه او الحضانه، وبيبقى معاك كذا جوانتي عشان لما يتبل طب ليه؟ يقول لك قالوا العمليه خطيره. هي العمليه كبيره جدا، زمان كانت تبقى زي الاوبن هارت، زي جراحات القلب المفتوح، كنت حضرتك عشان العصب السمبساوي اللي موجود فوق عند الضلوع، حضرتك تشقي تفتح الاسترنم اللي هي العضله القفص الصدري يعني، وتوصلي للضلوع وتشق الضلوع وتوصلي، كان عمليه قلب مفتوح. دلوقتي حضرتك في اقل من 20 دقيقه بالمنظار، بخش بالمنظار اعمل العمليه، اعمل سمباسكتومي، تقطعي العصب السمباساوي المسؤول عن التعرق في الايدين او في الرجلين. حضرتك تعمليها ربع ساعه، حاله بنسميها داي كيس، يعني حاله نهاريه. يعني حضرتك تجيب ابنك اعمله العمليه الساعه 10 الصبح، الساعه 3 هتكوني في البيت والطفل عادي، ما عندناش اي مشكله وما يعرقش. ودي نتيجه ايه حضرتك؟ اون تيبل، يعني التحسن بيبقى اون تيبل على اوضه العمليات، بتحس وانا بقطع بتبقى ماسكه ايده، بيبقى فيه عرق كتير وفيه ميه كتيره جدا. وانس انك قطعتي بعدها ب10 دقائق تلاقي ايده ناشفه زيك زي ايد الطبيعي بالظبط. ايوه. طيب لو هنتكلم بقى يا دكتور عن البنات المبيض، استخدامات المنظار بتخش تقريبا في 90% من عمليات الاطفال دلوقتي. بس لا، دايما احنا بنقول لها تكات ولها رولز، حاجات معينه ممكن توفر عليا الام وتوفر عليا مشقه فظيعه. هناخد مثالين، مثل المبيض والخصيه في الولد، يبقى الولد فيه خصيه
والبنت فيها مبيض. ماشي. بنوته 7 سنين. جايه بتشتكي بألم في البطن. محدش عارف يشخصها. يعني ايه محدش عارف يشخصها؟ يعني هتروح لدكتور، سواء دكتور اطفال او دكتور نساء او دكتور ايا كان التخصص، وجع في البطن. طب اعملي تحليل صوره دم، واعملي اي اس ار صوره ترسيب، ما عندناش حاجه. اصل ممكن يكون التهاب في الزور، ممكن. وحصل التهاب في الغدد الليمفاويه اللي في البطن، وده وارد كاحد الاسباب. ماشي. حضرتك ممكن يكون حاجات تانية، ممكن تكون الزايده. ماشي. ممكن تكون حاجات كتيره جدا من ضمنها. بس مش يعني بنتي بطنها وجعها على مدار طويل ده ينسون وشمر. كوارث. حضرتك هقول لحضرتك دلوقتي كوارث بتحصل. حضرتك بتدي البنت 7 سنين بتعمل، لو عندها الم في البطن. ايوه. ساعات بعد حتى الرنين ما بنوصلش لتشخيص. تخيلي يعني البنت بتشتكي بتقول لك بقى لها اكتر من شهر بتعمل بألم في البطن، بتشتكي من تعملي حضرتك اشعه تلفزيونيه وتعملي كل التحليلات، وحاجه عندنا في الطب اسمها ايديوباسيك، يعني غير معلومه السبب. هنا الانديكيشن بتاعه ان انت تخشي تعملي منظار، بتشوفي البطن، بتفري البطن، بتعملي زمان كان بيسموه ايه؟ استكشاف. ايوه. تروحي فاتحه من فوق لغايه السره 20 سنتي وتفري الامعاء كلها والطحال والكبد، وتشوفي الكلى وتشوفي كل ده بعينك وتفريه بايدك. دلوقتي بتعملي الحركه دي بالكاميرا بتاعه الميكروسكوب بتاعك او بتاعه اللابروسكوب المنظار من خرم نص سنتي. نص سنتي تخشي تشوفي كل ده وتصوريها. مهم جدا في حاله لما انا ابقى شاكك عندي الم في البطن اسفل البطن ناحيه اليمين، مش عارف، وفي بنوته، يا ترى هو ده كيس على المبيض؟ يا ترى ده هو التواء في المبيض؟ يا ترى هو ده نزيف في المبيض؟ يا ترى دي زايده؟ يا ترى دي حصوه على الكلى؟ عايز حضرتك بقى تطمنا، لان احنا عندنا حته المبيض دي محرمات. يعني انا كأم وأب بسيبه اخر حاجه، تلاقيني متأخره واقول لك لا انا اودي بنتي فين واجيبها منين؟ كان عندي ام زي حالاتك كده حضرتك، من الناس اللي بتخاف قوي على عيالها. داخل عن البنت، أنا شغلة منهم البنت عندها طبعا عندها فتق إربي. أيوة. الفت والمبيض انا حاسه تحت ايدي، بقول لها البليه، حاسه البليه دي؟ قالت اه. قلت لها دي المبيض. انا قلت المبيض وانا اسف ان انا قلت المبيض. اكتر من ساعه لدرجه الناس في الانتظار بره دخلوا، يعني ايه كشف ساعه؟ مش ما بتحصلش. يعني الام عايزه تفهم بالورقه والاله، هو انت هتلمس؟ أيوة. المبيض، هو المبيض سايب كده يعني، ولا هترجعه؟ طب هتاخده غرزه؟ أيوة. طب هو هيخش ده؟ برافو عليها. لان لو ام تانية مهمله ودخل ده ولف، عندنا حاجه اسمها ايه؟ التواء المبيض. التواء المبيض، التواء المبيض حضرتك 4 ساعات، وهقول لك سلام عليكم، خد المبيض بتاع بنتك اهوت حلليه وانت ماشيه. هتم استئصال مبيض من المبايض، يبقى انا كده شلت انوثتها بنسبه كام في المية؟ 50%. يعني لو فرصة الحمل 100% يبقى انت شلت 50%. لو المبيض بقى التاني كان فيه كيس، ولا لا قدر الله لف هو كمان بعد شوية حصل فيه التواء، يبقى كده انت قضيت على أمومة البنوتة دي بشكل نهائي، لا ينفع لا زواج ولا ينفع أي حاجة خالص. يبقى من دور الأساسي في استخدامات المبيض التوقع. أنا كجراح أطفال توقعت إن أنا عندي التواء في المبيض، حضرتك انا لازم اتدخل جراحيا في خلال 4 ساعات. يا جماعه مش 40 ساعه، مش يوم ونص، مش ده الم. طب اعملي لي تحليل بول، ممكن يكون صديد، ده احتمال يكون ديزونتاري، اعملي لي تحليل بولازيا. حضرتك عديت 6 ساعات، حضرتك انا هديكي المبيض في قطمه. يا الله يا الله. تخيل. فعشان الم في البطن احتمال يكون في، او فتق اربي في بنوته احتمال يكون في مبيض، يساوي تدخل جراحي فورا. طب البنت لسه عندها 26 يوم تتعمل، طب البنت عندها 26 شهر، 26 اسبوع، 3 اسابيع، 20 يوم، لسه مولوده اول امبارح، والهير والفات والمبيض دخل وحجرت، يعني بقى الريديوسابل، يعني ما بيرجعش، حضرتك انا تدخل فورا.